هي سيدي قبل ديال ماشي وقت في الجزائر تيفهم الله يعطيونا حقنا. على قبل الشوال ايجار اخويا كان درنا واحد الوقفه وهضرنا مع رئيس الدائره ودار معنا الخميس. اسم الدائره رئيس الدائره اللي مكلف بدوار الركراكه ودار معنا الخميس ان شاء الله باش نمشيو ناخذوا الوثائق ديالنا. مشينا الخميس ما بغاش يعطينا، مشينا نهار الجمعه والثاني ما بغاش يعطينا. ناطني باش واحد الصديق ديالي راه باش يجيب شي ماكله لينا باش نتعشاو، مشى عنده على قبل الوثائق ضربوا واحد الكروشي لوجهه وضرب مراه وهذا ثمر رجلها، هذا القيد هذا ما عطانا حقنا ما والو، تيسلخ في الناس في الاخر. جينا هنايا عاوتاني نهضروا معاهم تيبداو على الوعود الكاذبه ديالهم، ما عندهم شي شكايه للعميل. واش نقول لك راه العميل الله اعلم ما بغاش هو يستقبلنا. تصور اربعه طلبات لقاء مع العميل وما عمرنا تلاقينا مع العميل ولا بركنا معاه، ديما غير رئيس الشؤون الداخليه ولا رئيس الدائره ويكذبوا عندنا شي كذبه ويصيفطونا وديما وما بغاوش يعطيونا حقنا. دابا راه مده ديال شي اربع سنين حنا تنقلبوا على الوثائق الاداريه ديالنا ما بغاوش يعطيوهم لنا. دوار الكراكيتي كاين سكين جيت عين تكي محسوب على السيد موسى بن علي. جماعه السيد موسى بن علي. ما عندكم شي اطار قانوني شي جمعيه تتمثل دوار شحال؟ حنا عندنا اخرى الجمعيه ديالنا ولين الوراق ديالها سمعتي الوراق ديالها باقي خاصه نصوبوا الوريقات ديالنا عاد ندفعوا الوراق للعامله ان شاء الله. هادشي اللي هضر مع السيد حتى هضر مع السيد. كيفاش انت يعني تتم لما قال الصديق هو اننا دابا معتصمين على اساس باش العامل يستجيب المتطلبات ديالنا. من بين المتطلبات ديالنا هو اخراج لجنه لتقصي حقائق اللي كدور في الدوار ولترقيم البيوت والازقه لضبط الساكنه ومعرفه الساكنه وكذلك للاطلاع على الاحوال التي تعيشها الساكنه خصوصا الاحوال البيئيه حيث انها محاطه بكيلومترين من الاشجار والاوحال النجسه اضافه الى الجراثيم والحيوانات الضاله التي تتكع بين الازقه وتجاوزات بعد الناس. السبب علاش ما بغاش يعطيكم الوثائق؟ هو انه كيقول بانه باقي ما وصلوش ميساج من عند العماله بالرغم ان هذاك المقدم راه كياخذ الوثائق وكينكر كياخذ الوثائق. داخلين في نزع الملكيه؟ نعم داخلين في نزع الملكيه انتم؟ لا احنا دابا ساكنين في كاين اللي عنده 6 سنين كاين اللي عنده 5 سنين كاين اللي عنده 7 سنين. ولكن كيفاش تسكنتوا في هذاك الدوار؟ كاين اللي ساكن قديم كاين اللي شرا، الامور ما خافيهاش على السلطه. فهمتي هو ان الانسان اللي كيفوت 6 شهور والسلطه خاصها تتعامل معاه تعطيه المتطلبات ديالو الحقوق ديالو. ما تخليش التماسيرة والبيع والسرية ينتهزوا فرص. ومواطن هذا مواطن من حقوق من حق أو أولويات الحقوق عند المواطن هو حق السكن والكرامة. الله يرحم الوالدين. حنا دابا هادشي ما يعني ما ناسينوش، حنا هذا هو الأساس اللي كان المطلب اللي كان ناضوا من أجله. وخصوصا كما قلت لك اخراج لجنه للترقيم لان داك الشيء عشوائي كيعتبروا قراوي ماشي بحال شانطي جديد او شانطي جموع او ما جاورهم من داخل المدينه الحضاريه يعني في المنطقه الحضاريه يعني محسوب على سيدي موسى بن علي. فاحنا كنطلبوا هذا الشيء يكون في اسرع وقت لطمأنه الساكنه لان هذا هو المطلب وبين هو انه اسهل حاجه باش يقوموا بها وهي اللي كتحمي يعني نقولوا كتحمي ضمير يعني العمل ديال العماله وخصوصا العميل كتحمي الجهات المسؤوله عن السكن عن من مندوبيه وزاره السكنه كتحميها من بعض الدخلاء اللي كيدخلوا عليها وكيسدوا المسار ديالها ولا الاعمال ديالها اللي كتكون هي اعمال نزيهه ولكن التدخلات الخارجيه هي اللي كتجعل الملف يعني كتعرقل الملف باش ما يزيدش لقدام وما يكونش لهاد الناس سكن لائق
واستاذوا بحال باقي المواطنين، لان الناس اكثر يعني اقلهم كتلقى عنده وليد، وكاينين المطلقات وكاينين الارامل وكاينين اللي عندهم جوج وليدات ثلاثة أربعة، يعني الامور امور واضحه، ولكن خصوصا اخراج لجنه، لان هذه ضروريه ومن مصلحه العمال ومن مصلحه مندوبيه السكنه ومحاربه الدور الصافي. حنا بدور ديالنا حنا غادي نوصلوا هذا الميساج ديالكم للراي العام، وشكرا.